أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن وأنتم ظلال الأصيل، مساحات ممتدة للمحبة والإلفة والوفاء بيننا وبينكم. المساحة الثانية من ظلال الأصيل هي مساحة للغناء والإبداع. نستعرض من خلال هذه المساحة تجربة فنية ربما تكون قادمة بقوة. الفنان ابن الفنان محمد إسماعيل حسب الداي، مرحب بك. مرحب بك أستاذ نزار، ومرحب بالمشاهدين وبأسرة ظلال الأصيل. نتشرف حبابك محمد. خلينا في البداية كده نشوف دور الأسرة ودعمها لك في بداية تجربتك الفنية، خصوصا أن والدك ما شاء الله اسم في الساحة الفنية السودانية، ورجل استطاع أنه يكتب اسمه في قائمة الذين قدموا للوجدان السوداني عدد من المغنيات. والله دور الأسرة طبعا يعني تاريخ قديم جدا، علي حسب الدائم في الإذاعة وجدا حسب الدائم، كان مادح بغيم الليالي، فديل وجدنا أبوي قدامه، ف يعني ما شاء الله الحكاية بقت ماشية متسلسلة. الموضوع بقى عندكم وريث، في زول تاني حبيت بغني غيرك؟ في حسب الدايم، وفي عندي حسن يعزف على آلة الكيبورد، منتج ما شاء الله مصمم. جميل، احنا حنسترسل في الحوار، لكن خلينا نفتتح باغنيه نهديها لكل المشاهدين. حنسمع شنو؟ اسمع علمني حنان. علمني حنان سيد خليفة. جميل. Thank you.
خيرك. خلينا نبدا بسؤال المديح والغنى. انت كمان ذكرت لي انه ما شاء الله الاسره عندها تاريخ فني عريق من جدك لحد ما جينا لابوك وبقيه افراد الاسره محمد ما بين الغناء والمديح. اتكلم عن التجربتين مع بعض، كيف ساهمت تجربه الغناء في تعزيز تجربه المديح، والعكس صحيح برضه تجربه المديح كيف ساهمت في انه معروف انه اي واحده فيهم عنده لونيه ادائيه مختلفه من الثانيه. تمام. نعم. جدا حسب الدائم كان بقيم الليالي ونعتبر أسرة صوفية. وبعدين يعني المديح ذاته إضافة للصوت، مش الصوت إضافة للمديح، المديح إضافة للصوت. يعني بدي الجماليات، بدي الروحانيات. ف يعني انت ما بين المديح والغناء، نعم، شايف التجربة اللي كانت بالنسبة لك أفضل ياتها، يعني ياتو تجربة بالنسبة لك أنت شايفها دي التجربة اللي قدمت محمد إسماعيل حسب الدائم للناس؟ والله هي تجربتين واحدين، تجربتين عندي واحد. طيب اللونية الأدائية في المديح ما بتختلف، اعتماد أكثر على الصوت، لأنه الآلات المصاحبة غالبا تكون يا طار يا الدفوف أو النوبة. أيوة صح. زي ما أنا ذكرت لك، قلت لك المديح بدي الصوت القوي، بدي الجماليات. فيعني اي زول بتلقاه بمدح بتلقى صوته ثابت. صالح الراحل صلاح من الباديه، عبد العزيز محمد داوود. فمديح بديك اضافه في الصوت واصعب من الغنى.
طيب انا زهق جايك لمرحله اصعب. ليه؟ ليه المديح اصعب من الغنى؟ لانه هل لانه بيعتمد على الصوت اكثر من الالات؟ بيعتمد على الصوت اكثر من الالات. لازم الصوت يكون قوي، ولازم المخارج تحت الحروف وبتاعت ادائك ذاتها تكون سليمه. فعشان كده تلقاه اصعب من الغنى. طيب نشوف اللونيه الادائيه المفضله بالنسبه لمحمد. انت لما تجي تمدح او تغني بتختار يا تنوع المديح؟ يمكن ايقاعاته ما كثيره، لكن الغنى ايقاعاته اكثر. نعم. والله توجدت في محل المديح وابدع، توجدت في محل الغنى وابدع. طيب ابدع لينا هسه، حنسمع شنو؟ نسمع عقد الجواهر. عقد الجواهر. نعم. جميل، نتابع عقد الجواهر من محمد اسماعيل حسب الدائم.
واهر يا خوالي وباهر حقد الجواهر يا خوالي وباهر خليت أهلي بحبك وجاهر أسراب عزارة شكرا يا محمد وشكرا للفرقه الموسيقيه المصاحبه بنحييهم في هذا المساء ومحمد خلينا نتكلم عن رؤيتك للساحه الفنيه انت شايف الساحه الفنيه الان كيف والله الساحه الفنيه محتاجه كثير محتاجه كثير من اي ناحيه والله محتاجه في اختيار الاغاني بقت يعني تخش الميديا طبعا اغلب الساحه بتلقاها في الميديا والميديا ما فيها تحكم يعني بتسمع اغاني كده يعني ما يعني بالواضح كده ما شبه السودان طيب انت نعم. قصدك الاغاني ما يصطلح عليها ان اغنيات هابطه مثلا حاسس انها اكثر انتشارا من الغنى الرصين ايوه صحيح الغنى الهابط كثير والله طيب محمد انت كيف بتنظر لتجربتك الخاصه انت الان رجل جيت عرضت نفسك كشخصية عامة للناس فنان بيأدي شايف تجربتك الخاصة كيف من وجهة نظرك انت يعني هل تجربة تشعر انها تجربة ناضجة تجربة محتاجة تقييم تجربة عليها تحديات انت شايفها كيف تجربتك والله تجربتي انا شايفها ماشية بنجاح ان شاء الله و مشروع الغنى ده مشروع يعني طويل محتاج كثير طيب انا بدي افكر عن نقطه مهمه جدا قبل ما نرجع نغني ثاني نقطه انه انت جيت للساحه عرضت نفسك كفنان تحدي انه انت ابوك اسماعيل حسب الدايم الخامه الصوتيه المعروفه ويمكن الناس لاحظت انه خامتك الصوتيه تقريبا هي قريبه من خامه والدك فالتحدي ده ما شكل بالنسبه لك اشكاليه انه الناس ممكن والله تتقبل نسخه ثانيه من اسماعيل حسب الدايم وانه دائما انت في حاله مقارنه مع ابوك والله اول حاجه اريد صوته سبرانو يعني لحد الان ما جزول وصل الامكانيات والسلالم الموسيقيه اللي هو بيغني فيها لذلك تجدنا انا ده مختلف في الحاجه دي انت ما حاسس انه صوتك بيشبه صوت ابوك احتمال انا ما بيشبه تطابق 100% تقصد في طريقه الاداء ولا في طبقه الصوت في طبقه الصوت احتمال يكون في حاجه بسيطه في الجينات الوراثيه بتاعت الصوت ايوه لكن ما كله لانه طبقته بتختلف سلالم الموسيقيه بتختلف انت قاعد تقابلك مقارنات انه يا اخي والله محمد اسماعيل حسب الدايم هو بيغني بنفس طريقه ابوه صوته مقارب لابوه الناس دائما بتقارنك بابوك في ادائك انت زول جاي تقدم تجربه فنيه متفرده باعتبار انك ما جاي تستند بارث والدك انت زول شقيت طريقك الفني براك غنينا كثير والله سوا قاعد يقابلك التحدي ده انه الناس بتقارنك ب قاعد اقابل في ناس على حس انه يدق بس على حس الاسم يقول لك يا اخي والله شبيه بوالده وفي ناس بعرفوا طبقات الصوتية وبعرفوا يعني المتغبين والملحنين والهنا يقول لي أخذت والله ماشي في داري براك يعني لحد هسه قبل أيامات غنينا سوا في المسرح أنت وأبوك أنا وأبوي يعني تعليق الناس كان شنو وجدتهم يعني كان فيه فنانين وملحنين وأساتذة وهنا قال لي يا أخي أنت لك طريقتك براك احتمال كان في حاجة تشابه بسيط العامل الوراثي لكن طريقتي براك طيب هل بتعتقد إنه يعني أنتم كأبناء فنانين بيواجهكم
تحدي انه الناس ما بتتقبلكم منفردين، لانه لاحظنا معظم ابناء الفنانين ماشيين على ذات درب ابائهم. عدد من الفنانين السودانيين انت عارف يعني تجربه فيها كثير من الشخصيات اللي طرحوا روحهم، الا انه للاسف ما لاحظنا انه واحد من الاسماء دي مشى فنيا لقدام، او حتى اختط لنفسه طريق منفصل عن طريق والده كتجربه فنيه، لانه خط قدامه انه بس يقلد والده. وانت ما طارح الفكره دي؟ لا لا ما هي اي تركيز رايك تعاملات مع شعراء ملحنين خارج الديار. جميل. طيب انا دارج فيك عن نقطه مهمه جدا، نقطه انه الاغاني الخاصه، يعني في فتره من الفترات الفنان لما يكون بادي في مستقبله الفني لابد من انه يبدا بالحقيبه بالغنى المسموع، لكن في فتره من الفترات بيحس انه خلاص ده فتره انتهت وزمنه انتهى والمفروض يقدم نفسه بقناه الخاص. هل انت وصلت مرحله انه تقدم نفسك بقناك الخاص، ولا انت ما زلت في مرحله ترديد اغنيات الاخرين؟ لا الترتيبات بتاعت الغنى الخاص وحاجات ان شاء الله. جميل. عندك غنى خاص جاهز؟ غنيت غنى خاص ولا لسه يا ذا في مرحله التجهيز؟ لا في مرحله التجهيز. طيب منو من الشعراء والملحنين اللي تعاملت معهم في تجربتك الفنيه دي وحنسمع غناهم في الفتره الجايه؟ في الاستاذ خالد الحلمي، الاستاذ عماد يوسف، في الاستاذ حمد نزل، الشاعر ميمونة، يعني كم حاجه ان شاء الله هسه في مرحله بتاع التسجيل بس في الفترة الجاية إن شاء الله. كم عدد الأعمال المتوقع أن تقدمها خلال الفترة الجاية؟ الأغنيات الخاصة؟ الأغنيات الخاصة كثيرة لكن تطلع بالتدريج. يعني كم مثلا نتوقع كم عمل خاص ممكن يطلع لحد نهاية العام؟ والله أنا عندي قرابة العشرة لكن تطلع تدريجيا طبعا. يعني ممكن لحد نهاية السنة تطلع 6 أغاني أو 7 أغاني؟ 6 أغاني أو 7 كثيرة لحد نهاية السنة. أيوة تدي كل حاجة حظها. جميل. طيب ده برضو بيقودنا لسؤال مشروعك الفني، انت كيف متصور مشروعك الفني مستقبلا؟ يعني احنا خلاص بدينا اعتقد من مسألة الظهور امام القنوات المفتوحة، مثلا ده لقاء مباشر على قناة الشروق الفضائية وبيشوفوه الاف وملايين الناس داخل وخارج السودان، فان شاء الله بعد اللحن القادم هنتكلم عن مشروعك الفني وتصورك له. هتختار لنا يا تغني الان؟ يعني يا الله كانت لمنا 200 يا الله تعالى نسمع ان شاء الله. Come on.
الحسن والعود أغني له الرايع المشهود وأشوف فيه قدرة الوجود ودين يا الله تغيب عن الأوطان كثير لو لحظة تغيب عن الأوطان نعود وقابلك مبتسم فرحان كأن الزهر لدي في الوسان ميتين يا الله كثير على الأوطان تعود زيارك مبتسم فرحان كأن الزهر هدية في الوسطان ميتين يا الله شكرا يا محمد على هذا الاختيار الجميل والرائع. نحن بس بنديك مسافة قصيرة كده ونحن كنا طرحنا سؤال قبل الفاصل الغنائي عن مشروعك الفني. خلينا نتكلم برضو عن رؤيتك لهذا المشروع الفني. انت ناوي تعمل شنو ابتداء من خروجك من هذا الاستوديو إلى مستقبلا؟ والله مشروع طويل وطبعا هنتغي فيه الكلمات جميلة وفرغة توزيع وبرضو ما بنسى دور إن أنا برضو شاب الغنى الشبابي والخفيف برضو وأهو تجي تباعا إن شاء الله إن شاء الله. تقبل أنت قطة برضو الساحة الفنية فشنو أنت الحاب تضيفه جديد على مستوى الأغنيات في الساحة الفنية؟ والله بس الكلمة الجميلة مع التوزيع و لما تلقى كلمة جميلة الناس حتتقبلها أكثر من هنا وحتى لو ما تقبلتها ما تقبلوها أنا بكون قدمت حاجة. طيب نحن هنسمع شنو أغنية ختام؟ أغنية ختام؟ نسمع شتلة الحنية كلمات إسحاق الحلنقي والحان والد اسماعيل حسب الدايم. جميل.
طبعا الدانيلا بنحييهم الاثنين. اذا الى هنا نكون قد وصلنا واياكم الى ختام حلقه اليوم من ظلال الاصيل، هذه التجربه الفنيه الرائده التي قدمناها في هذه المساعه، الفنان ابن الفنان محمد اسماعيل حسب الدائم، غدا باذن الله تعالى تلاقي جديد وموضوعات جديده وفريق عمل جديد. حتى ذلك الحين نترككم مع لحن الختام في امان الله، مع السلامه. Oh,